بسم الله الرحمن الرحيم. شوف الآن مباراة عيسى ضد واحد إماراتي. الغريب تشوفون الآن عنده بطاقة وصلها ماكس. غريب، إيش تتوقعون؟ طبعا طبعا ماكس ذهبي زي ما انتم شايفين. لو ما لاحظتوا الآن لاحظوا، اللي لاحظ يعطي لايك. هنا الآن بنشوف عيسى بيهجم بالأمير الظلام، على الأقل بطاقة ممتازة. أتوقع تشكيلته الآن غير فيها شوي. اللي شاف، اللي ما يعرف عيسى يشوف مبارياته بالقناة، هو اللي يلعب بالتشكيلة المجندين الملكيين الآن. والله تورط. شوف الآن ايش البطاقة الماكس، كلهم ماكس يعني، بس الصياد ماكس، الصياد اللي لسه جديد ماكس. والله اماراتي ذا اول شيء ما ادري كيف، ممكن نقول كاش وكذا، بس كيف جمعهم؟ لازم ياخذ تبرعات غير طبيعية فترة قليلة مرة، اسبوعين تقريبا او اقل ياخذ التبرعات هذه. اتوقع كل قبيلته عطوه، يمكن قاعد بقبيلة عيال عمه ولا شيء، والله هنا ما ادري. الان لازم حتى معاه بيكا ماكس. شوف عيسى الان تهور، قال ما ابغى اضيع البيكا على البيكا، يعني حل جيد، حل جيد، قرار يمكن واحد يتفهمه يعني، بس الامور ما تنوخذ كذا، ما تنوخذ على كيف. الواحد لازم يواجه الحديد بالحديد، لازم تواجه البيكا بالبيكا، والبيكا أظلم. والله تشكيلة خوينا والله ثقيلة، أقسم بالله ثقيلة. الآن بالعادة يلعب تشكيلات أخف من كذا ويلعب مجمع كثير، لكن الحين مبين، والله مبين إنه ثقيلة. برق وبيكا، الباقي يمكن بطاقات خفيفة، لكن برق وبيكا مبين انها ثقيلة. بشوف ان شاء الله بعد مباراة كم الاكسير. هنا لعب البرق، هنا اتوقع بيقول توبة، اتوقع بيقول توبة. لازم الان بيكا، خاصة الان دخلنا بوقت الاضافي. اتوقع الان حلو حلو البيكا، جلد البيكا مع خدمة، مع وجود تسلا مساعدة. إلى الآن عيسى ما يعترف في شيء اسمه بطاقة هجومية، هذا اللي يقهرك. لاعب كذا فنان وكذا بطل يعني، ولا يلعب بطاقة هجومية يعني. ممكن قناعات يعني، ما أدري، يمكن يحب بطاقات اللي تجلد يعني. بالأخير تعتمد على الحفار، الحفار ما يضرب كثير، يجعلك يعني. أشوف كيف ضرب البرق، بس على حاجة واحدة اللي هي رامي السهم الأسطوري. ف تكتيك يجبرك على الأغلاط هذه، على إنك لأنه ما عنده بطاقة هجومية أول شيء، ثاني شيء البرق ثقيل. كان ممكن رامي السهم الأسطوري يموت بكرة نار ماكس مثلا، أكيد يعني. ممكن الحين لازم برق على الاثنين ذولا. شوف كيف خلاص رايح خسارة، رايح خسارة والله الولد، خلاص خلاص خلاص. حتى الخصم ما عنده بطاقة هجومية، ركبة الكبش ما تعتبر هجومي هنا الآن. والله عجيب 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 عجيب. أمير الظلام مع الحفار وصلوا تقريبا نوعا ما. هنا حلو البيكا تقرب بمساعدة الصياد. مشكلة الآن البرق ما راح يفيدك كثير الآن ضد البيكا. الآن لازم يلعب التسرة، هنا لازم يضرب البرق، لازم تقول لي انتظر رامي السهام ما راح يحطه. خلاص الخصم عرف معاك، البرق ما راح يلعب بطاقتين مع بعض. والله مباراة صعبة، والله مباراة صعبة والله. هنا الآن
لازم تلعب الحفار الزبال لازم يصير له فايدة، يعني دون ما تلعب سحر كهرب الآن. والله ورطة، والله ورطة هنا الآن. لعب تسلا مع أنها بعيدة شوي، مفروض شوي انتظر البيكا. والله حرام، والله حرام، كان مفروض ينتظر البيكا شوي أو ينتظر رامي السهام شوي. هنا ما أدري ليش. يلا حلو، تكتيك هجومي، تكتيك تظبيط هجمة، والله الحقيقة عجيب 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 عجيب، شيء عجيب شيء عجيب شيء عجيب شيء عجيب. هذه الهجمة الحفار أمير الظلام زي ما شفنا من قبل، لكن الحين ضبطت الشكل الأسطوري صراحة. هنا تعاملت مع راكبة الكبش، هنا شوف الاستعجال، والله مستعجل صراحة عيسى كثير. ما أدري هل الآن بيتورط ضد رامي السهام. أوه حلو 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 حلو، شيء رهيب شيء رهيب شيء رهيب. يا رواقك يا رواقك، والله نسينا إنه مكمل هناك، وباقي له ضربة بس بالبرق صراحة، شيء مرة والله والله ملا متعة، ملا 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 مفاجآت. إلى اللقاء، السلام عليكم. إذا تشوفون فيديو لا تنسون الإعجاب.